مرحبا أصدقائي شباب وبنات، أتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بأحبائكم وأعزائكم. وياكم أحمد من قناة 100، رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت سلسلة قتال الوحوش. واليوم شباب راح أبدي فقرة جديدة وياكم، اللي هي شنية فقرة أنه دوري الوحوش. يا شباب دوري الوحوش يعني فقرة موجود يعني مستحدثة بالقناة، ما كانت موجودة، لذلك راح نبلش بدور الوحوش وراح تشوفون معارك خيالية في دوري الوحوش. فخلي نبلش يا شباب. دور الوحوش هو يعني عبارة عن قتال بين الوحوش، لكن شنو يتبارون على أساس المنافسة الفردية. فيعني سويت أنا دوري بين مودين يا شباب. المود الأول اللي هو هذني المودات، المود الأول اللي هو موزي موبس، والمود الثاني اللي هو هذا باندوراس كريتشرز. أوكي أوكي شباب، واختاريت أحسن وحوش بيهم، فخلي نروح نشوف الدوري ونرجع للعبة. أوكي أوكي شباب، هو هذا الدوري اللي اقترح عليه هو البرنامج، وأني أيضا يعني عدلت به. فأول وحش راح يكون أول قتال بيناتنا اللي هو بافلون، اللي هو من مود هذا باندوراس كريتشر، والوحش الثاني اللي هو فروست مو. اوكي فهنايا لا مو هسه، هنا نقول له شنو مارك از ان بروجريس. اوكي باعتبار انه القتال موجود، خلي نروح هسه على ماينكرافت. ابدا. اوكي اوكي ورحت تعال. تعال تعال، شنو خاف من عنده شباب؟ شفتوا خاف من عنده، بس لان هذا يبقى نايم الى ان واحد يعني يطخه او فد شيء يلا يجي عليه. يلا محددناك، يلا يلا انطلق. هاي شنو خاف ما تحدد شباب، خاف ما تحدد. هنحدد هذا الفريق الثاني اوكي، وهذا الفريق الاول. يلا يلا اوكي شباب. انا لهيك حاله سويت هنا زر على مود يقربهم واحد من الثاني. اوكي اوكي فهسه مثل ما تشوفون. اوكي اوكي بلشت المعركه يا شباب. اوكي طبعا هاي بس النهضه مالته خياليه، هو دمجه طبعا هنا يستخدم قرونه. اوكي لكن هذا يجمده مثل ما تشوفون شباب، شفت شلون جمده ويبقى يضربه، لكن التجميد مالته ما يستمر. اوكي والله قوي هذا البافلو، ويلي والله جمده تجميده. اوكي اوكي خلينا نشوف منو راح يفوز يا شباب. اوكي يلا 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 طبعا يجمده يعني بنفس كلش طويل. هاي شنو والله ويلي الله. بضربه واحده شباب، شفت بضربه واحده يمكن خلص الهيلث مالته 30 كانت، والله حتى انا خفت من عنده. زين وين تروح هسه انت؟ خلينا نكتله شباب قبل اللي يقلب علي. اوكي 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 شباب، مثل ما شفتوا بالقتال انه اللي فاز اللي هو فروست مو، لذلك هنا احنا نعطي النتيجه، والنتيجه راح تكون واحد للفروست مو وصفر للبافالون. اوكي فهو راح ياخذها تلقائيا انه الوينر هو الفروست مو، فنقول له سبميت سكور. فهسه راح يجي هنا الفروست مو، هنا تأهل إلى الدور نصف النهائي مثل ما تشوفون، هذا معناه الدور نصف النهائي. أوكي شباب هسا عندنا قتال ثاني اللي هو فيريوس روتنوت اللي هو هذا الرجل الحديدي، والإند ترول من المود الثاني اللي هو باندوراس يمكن كريتشر. هسا خلنا نعين الفريق الأول اللي هو فيريوس روتنوت، والفريق الثاني اللي هو الإند ترول. اوكي ونقولهم ابدا 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 يلا 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 اويلي الله، اول ما شال الدقمه هاي ما تقتلهم. اوكي 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 هذا يحتاج واحد يخليه ينتبه. واو 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 رسم ضربه واحده 170، واو ضربه لخ. اوكي ده تشوفون اللي هيث مال الاند ترول شباب شلون قاعد يفقد، واي نقطه من الهيلث مال فيريوس روتنات ما يعني ما خسر. الاند ترول بقت بس 5 ضربة واحدة، واو
قضى عليه الروت نوت يا شباب، الفيريوس روت نوت، ورجع ينام مثل ما تشوفون يا شباب. اوكي اصدقائي، الفيريوس انا نسيت اقول له هنا، لازم اقول لمارك از ان بروجريس. اوكي البدايه لازم ادوس، ادوس هذه هيجي. اوكي واللي فاز طبعا بجداره اللي هو فيريوس روت نوت، فلذلك هنا نخلي الفيريوس روت نوت نخلي له واحد، وهنا نخلي له صفر، فالفيريوس روت نوت هو اللي فاز، ونقول له سبمت سكور. اوكي سبمت سكور، فمنو صار؟ صار الفروست ماو ويا الفيريوس روت نوت. اوكي شباب ذولي من نفس المود، من نفس المود، وهم فازوا، لان هذا الاند تول كان يمكن اقوى شيء بهذا المود، ما ادري خلينا نشوف هسه. هسه عندنا القتال الثالث اللي هو اركانون والناغا. اوكي اصدقائي، هذا هو الناغا يا شباب، الهيلث مالته 30، هو عباره عن تنين طائر تقريبا، اعتقد تنين. اوكي وهناي الاركنون ايضا فد وحش ايضا، الهيلث مالته 80 يا شباب. فخلنا نبلش نصنفهم حسب الفرق. اوكي هذا الفريق الاول وهذا الفريق الثاني، و طبعا الصوت يمي كلش مزعج مال الناقة. اوكي ما ادري اذا قاعد يوصلكم، يوصلكم كلش قليل لكن صوته كلش قوي. اوكي اوكي ابداوا القتال، يلا 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 بداوا القتال. طبعا هذا يطير، اويلي اويلي جنزل عليه. اوكي اوكي شباب، اوكي يشمر عليه يعني قذائف، لكن مع ذلك هو فقد 10 من الهيلث مال تعتقد، صار 20، وهذا ايضا هم فقد، فهو طاير هو دا يشمر عليه. اوكي اويلي اويلي، والله خلينا نشوف من يفوز شباب، لان هذول تقريبا يعني متكافئين، لان هذا عنده طيران وهذا عنده، بس لا والله فقد الهيلث مالته شباب، هو هذا صح عرضي لكن لما ينزل عليه هو ياخذ جزء من الهيلث مالته، هو لو يفتهم هذا الناقة المفروض ما ينزل عليه. ويلي نزل عليه لكن انكتل الناقة يا شباب، انكتل الناقة وفاز الاركنون اللي هو بقى 27 من الهيلث مالته، يعني هم ايضا دمجه كلش قوي الناقة. الناقة يعني قاتل والله خوش قتال، لكن اللي فاز اللي هو الاركنون. اوكي فهذا نطي واحد وهذا نطي صفر. اوكي ونقول له سبميت سكور، لذلك انتقل عندنا هنا الاركنون اوكي للسيمي فاينل النصف نهائي. هسه عندنا القتال من الجولة الأولى الأخير اللي هو ذا سان تشيف فولياث أو فتشي اللي هي هاي الزهرة شباب. أوكي خلنا نطيه هسه هذا مارك أز إن بروجريس. أوكي أصدقائي ذا سان تشيف اللي هو هذا، أنتوا أكيد شايفيه، أنا ما أدري أنا هاي الشخصية شوية يعني تعجبني، لأن هو هذا بس يبقى قاعد شباب. اوكي يبقى قاعد ويعني يستخدم قوة الشمس، وهذه هي الشنو الفلية او فتشي اللي هي عبارة عن زهرة شباب، والله مسكينة هاي الزهرة، يعني اعتقد انا بالنسبة الي من هسه اعتقد هذا ذا سان تشيف راح يفوز. اوكي انتم كتبوا لي رايكم بالتعليقات، انتم هم هيك اعتقدتوا. اوكي او ممكن يصير عندكم يعني خبرة بعد مشاهدة ذني القتال. اوكي اوكي شباب هسه خلينا نقول له بلش. اوكي اوكي تشوفون شباب، اوه مباشرة، واو واو مباشرة اصلا بالشمس طلع ذولي، لكن انا متوقعت راح يطلعهم. اوه كتل واحد والله، لا 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 لا، لكن كتله هو قاعد بمكانه وبعد الهيلث مالته كامل 100%، وذولي جماعته قاعد يعني يقولون يعفي عليك يا قائدنا. اوكي 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 الى اللقاء. اوكي شباب مثل ما شفتوا بانه اللي فاز اللي هو ذا سان تشيف. اوكي فهذا نطي زائد واحد. اوكي وهنا نطي صفر. اوكي اللي هو صفر، فاللي فاز ونقول له سبميت سكور. اوكي فاللي صار عندنا شباب بالسيمي فاينل، السيمي فاينل عندنا الفروست ماو ويا الفيريوس روت نوت. اوكي وهنا عندنا الاركنون ويا ال ذا سان تشيف. اوكي شباب خلينا نطبق اول شيء هذا القتال اللي فروست ماو ويا الفيريوس
روتنات اللي مثيناتهم من نفس المود يا شباب، وهذولي من مودين مختلفين. اوكي خلنا نروح على ماينكرافت. اوكي اصدقائي، مثل ما شفتوه بالجولات الاولى، هذا هو الفروست ماو، والفيريوس روتنات ايضا شفتوه اللي هو هذا يا شباب. المشكلة ذولي بيهم شنو؟ انه هذا الا واحد يقعده وهذا الا واحد يجي. اوكي فلذلك انا سويت ذاك الزر على مود يجون اثنيناتهم واحد بصف الثاني. اوكي فخلني نشوف منو راح يصفى، الفريق الاول هذا والفريق الثاني هذا، ونقولهم ابدا. اوكي اوكي مثل ما توقعت شباب، انه بالابدا ما حد يجي على الثاني. اوكي ما حد يجي على الثاني، لذلك احنا نوديهم واحد على الثاني بهذا الزر. اوكي يلا ونكمل. اوكي رأسا يجوا واحد يم الثاني ونهض الفروست ماو يا شباب. وطبعا خلينا نشوفه، ما اعتقد يقدر يجمده، ما يقدر يجمده شباب، ما يقدر يجمده هذا الفروست ماو. اويلي اويلي بعد ضربه مالته مال قاع، اويلي اويلي اويلي. رأسا طبعا ياخذ من الهيلث مالته بشكل قوي. مثل ما قلت لكم الفروست الفيريوس روت نوت النقطة الضعف مالته هو هذا السيف الموجود بظهره، لذلك ما نقص من عنده اي هيل. طبعا باعه ما يقدر يجمده، ما يقدر يجمده. هاي الضربات طبعا دي ضربه بالقاع هو الفيريوس روتنات شباب، هذا الرجل الحديدي. اوكي هسه لحد الان نص الهيلث مال فروست ماو راحت. شنو سوى هسه؟ شو داروتشه منك؟ شاف نفسه ما قاعد ينتصر فخطيه ضاج. واو 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 يلا ايوه والله ده يجي عليه شباب. واو 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 ما بقى شيء شباب، ما بقى شيء، ما بقى شيء. اعتقد بقى بس ضربه واحده للفروست ماو ويموت. اوكي اوكي مثل ما قلت لكم هاي تشوفون. اوكي 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 طبعا وهذا عاته الفيريوس روتنات يرجع المكانة ويرجع ينام يا شباب. اوكي اصدقائي هذا هنا طبعا لازم نطي مارك از ان بروجرس اولا، وطبعا اللي فاز اللي هو الفيريوس روتنات. اوكي فهذا نطي صفر وهذا نطي زائد واحد زائد واحد زائد واحد. اوكي فاللي فاز اللي هو فيريوس روتنات سبميت سكور، فمنه راح للفاينل طبعا مثل ما توقعت اللي هو فيريوس روتنات. اوكي عندنا بعد قتال اخير بالسيمي فاينل اللي هو نصف النهائي اللي هو الاركنون ويا السن تشيف. اوكي هذا القتال صراحة يعني يوهم منه راح يفوز، ما ادري. انتو اذا عجبكم انه تكتبوا لي بالتعليقات منه اللي توقعتوا، كتبوا لي بالتعليقات فخلنا نقول له ستارت يعني، وخلنا نروح على ماينكرافت ونطبق هذا القتال يا شباب. اوكي اصدقائي شباب بنات، مثل ما شفتوه اللي هو هذا ذا سان تشيف رجع نوبتلخ ضد من؟ ضد هذا الاركنون من المود الثاني. اوكي فهذا الاركنون بدون تاخير خلينا نعين الفرق. هذا الفريق الاول وهذا الفريق الثاني، هو بس الحكي مالته هذا يخوف. اوكي ونقول لهم ابدا ابدا خلينا نشوف. اوكي اوكي شباب اوكي راسا بلش بالشمس وراسا. اوكي اوكي يا شباب اوكي 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 طبعا هو يستخدم الشمس يا شباب، لكن مع ذلك هذا الاركنون اخذ من الهيلث مالته مثل ما تشوفون، الهيلث مالته قلت بس هو ما يخليه يقترب من عنده ويدز ذولي جماعته ذولي الزغار. اوكي طبعا ذولي الزغار لهم فائتين انه ايضا يمدوه بالهيلث يا شباب، بالاضافه الى انه باع شوف شلون يعني هو يضربه بالشمس وجماعته يضربوه وهو ما يوصل للراس الكبيرة اللي هو هذا سانشيف. اوكي لكن القتال مبين يعني مو نقول متكافئ لكن جيد يعني. هذا الاركنون دايب لي بلاء حسنا يا شباب يعني، والله اخذ من الهيلث مالته تشوفون 132، لكن هو بعد عنده هيلث يعني هواية هذا السانشيف. اوكي اوكي طبعا هو ده يفتهم هذا الاركنون يقول لك انا اروح على راس كبير احسن لي. اوكي لان هذولي هم يلهو بس مع ذلك هم مو يضوجوا يرجع عليهم، لكن هو هذا يستغل انه يروحون على جماعته ويضربه بالشمس مثل ما شفتوا هسه.
اوكي، لذلك من الهيلث مالتك قاعد تروح كل شيء هوايه. وهسه شنو هسه؟ شو بقى صافن؟ يلا يلا تعالي تعال يلا يا معود. اي هاي بعد استسلم شباب، مثل يعني استسلم الذولي بس ذولي يعني، وهذا قاعد يركع بي بالشمس. اوكي بقت من الهيلث مالته هذا يعني تقريبا 90% من الهيلث مالته بقت. اوكي هسه اجي عليهم تشوفون، بس يجي عليه بس اقترب من عنده وابا هاي الصاعقة القوية. هم ذولي ثولو ثولو ثول ثولو ثول شباب. اوكي تشوفون هذا السواد اللي يسويه بالحلبة على شكل نجوم. اوكي شباب اعتقد النصر يعني راح يصير حليف السانشيف. اوكي شباب مثل ما توقعت مات. اوكي هذا الاركنون. اوكي واللي فاز اللي هو ذا سان تشيف. طبعا هذول جماعته يعوضون الهيلث مالته، لذلك هسه الهيلث مالته 150 ودي باوع لي. هسه خلا ضربه، مو والله يخوف شباب، مو قاعد يضرب على بطنه اويلي. زين زين هاي انا لما اضربه تنضرب على بطنه شباب تشوفون. والله يضحك. هو يضرب على بطنه وانا اضرب على بطنه باعه. انت هماتين يلا روح. اوكي اصدقائي مثل ما شفتوا بانه اللي فاز ايضا من مود الموزي موبس. اوكي فلذلك اللي فاز هو ذا سان تشيف، فذا سان تشيف نطي واحد وهذولي وهذا الثاني نطي صفر ونقول له سبميت سكور. فصار عندنا شنو النهائي يا شباب؟ النهائي هي الفيريوس روتنات وذا سان تشيف. اوكي شباب خلنا نقول له ستارت ستارت يعني القتال، وخلنا نروح على ماينكرافت ونطبق هذه القتال اللي هو الفاينل القتال الاخير. اوكي اصدقائي مثل ما تشوفون هسه هنا وصلنا للفاينل اللي هو القتال الاخير في هذا الدوري. اوكي لكن بي اكو مشكله انه دول اثنيناتهم ما يتحركون، لكن ما عرفوا شنو اللي راح يثير اللي هو فيروس روتنات. خلنا نقول له بلش بالقتال، انا اختاريت الفرق. خلنا نقول له ابدا القتال ونشوف شنو اللي راح يصير. اوكي ابدا. اوكي 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 اوكي, أوكي شباب هسه اعتقد راح يستثار بالشمس او ما يهمه شباب ما يهمه حتى ذا ينضرب بالشمس. واو واو اصلا ما يتاثر بالشمس. واو طلعوا له ذولي، فاعتقد ذولي هم راح يخلوه يتقدم على هذا. اوكي اوكي مثل ما تشوفون. اوكي اجا طبعا ذولي كلهم ما يهموه الفيريوس روتنات. اوكي 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 ذا سان تشيف ذا سان تشيف طبعا هو مشكلته انه يبقى قاعد وما دا يفيد بيه. هسه قاعد يفقد بالهيلث مالته مثل ما تشوفون. شو رجع نام؟ لا 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 هو لاني رجع شباب يرجع. هذول اصلا ما يعير لهم اهميه. لا والله ثاروا انتباهه. اوكي بس لحد الان ما فقد اي شيء من الهيلث مالته يا شباب. اوكي 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 ده يضربهم. اوكي شباب صراحة يعني هذا طول القتال، لذلك انا ايش راح اسوي؟ راح ابقى واقف يم هاي الدقمة وكل مرة ارجعهم سوية لكن باعة مناي. اوكي كل مرة راح ابقى اجيبهم واحد يم الثاني مثل ما تشوفون انه الفيريوس روتنوت هو رأسا اخذ من الهيلث مال ذا سان تشيف، لكن هم ذولي قاعد يشغلوه فلذلك مدى يقدر ياخذ. فاحنا كل مره لازم نستخدم هاي الزر على مود شنو؟ على مود نجيبهم واحد قريب من الثاني. اوكي اوكي يا شباب اوكي 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 هاي بس على مود نعرف النتيجه يا شباب. ليش؟ لان هذا الفيريوس روتنات هو بطيء لكن قوي. اوكي اوكي مثل ما تشوفون قاعد يضرب بالسان تشيف. اوكي قاعد يضربه وكل مرة، وذاك ايضا السان تشيف
يبعده عنه بهاي عدة طاقة الشمس. اوكي 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 يا شباب اوكي، مثل ما تشوفون بانه قدر الفيريس روتنات بانه يتخلص من ذا سان تشيف. اوكي ورجعت له الطاقة اللي اخذت من عنده هي فقط اثنين يا شباب. هو هذا فد شيء خرافي يا شباب. هو اجى هنا هسه ايضا راح مثل ما شفتوا عوض الطاقة. عفي عليك يا فيريس روتنات. اوكي خلنا نرجع للدوري ونتوج البطل يا شباب. اوكي اصدقائي مثل ما شفتوا انه البطل منه واللي هو فيريس روتنات. اوكي فالفيريس روتنات هو اللي فاز على ذا سان تشيف. اوكي وهو طبعا اقوى واحد بذني المودات الاثنين، هو اقوى واحد بيهم. اوكي فنقول له هنا سبميت سكور. اوكي اوكي اصدقائي شباب بنات شوفوا حجمي، شوفوا حجمي بالنسبه حجم الروتنات بالنسبه لحجم اللاعب العادي ماينكرافت. اوكي اصدقائي لهنا وصلنا الى نهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبتكم ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه. وشباب اتمنى بانه تتابعون هاي السلسله اللي قاعد اتابع عليها كل هوايه. اوكي يا شباب اشوفكم بخير بالحلقه الجايه. كان وياكم احمد من قناه 100، مع السلامه باي. What?